الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في حصتكم طيب معنا. ناصر مرحبا بك. مساء الخير هاجر. مساء النور. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. واش جبت لنا اليوم ناصر؟ كما العاده ان شاء الله اليوم عندنا حاجه خفيفه. عندنا الرايه مشرمله. الرايه. بدرجه الرايه اللي كاين اللي يقولها لاراي. عندنا هنايا الخبز في الكوشه بطريقه جديده. خبز محشي باللحم. قلنا نوعه في بلاصه البوراك ولا كاين هادو ياكلوه مع شربه ولا. والتحليه عندنا لو ميلفاي بالفوندون بكو كراميل. الله الله كراميل. صح واش راح نبداو؟ نبداو ان شاء الله حنايا بالرايه تاعنا. هنا عندنا الرايه نشريوها نحولها لابو ديالها نضفوها نقسموها مرصوات. هنا تكون عندنا مشرمله وصافيك مشرمله نشرملوها ندولا توم ولي زيبيس اللي نقول لك عليهم. صح لي زيبيس هما يعني قريب نحفظها. كملنا برك المقادير. وانا طوندو عندنا هنايا يعني لاصوص اللي طيب فيها خاطش هي تنقلب باش تندار في لاصوص. صح. تاع الصنف تاعنا تاع اليوم هو لاراي. هو من السمك الابيض يعني بواسون بلون ماشي من الصنف السمك الازرق. صح. فهمتي تما يقدروا ياكلوه دراري صغار ولا ياكلوه دراري ما يضرش. اوكي فهمتيني. نبداو بسم الله. وش فيها كاع المقادير؟ عندنا توم. عندنا طوماطيش مسكرفجه. عندنا ورق قرنب. عندنا شويه تاع لوتان. عندنا فلفل دريس اللي هو فلفل يكون حار ماشي حار بزاف مطحون شويه. صح. مخدوم. عندنا ملح كمون سيرتو الكمون شويه فلفل كحل وفلفل عكري. هذا الشرمولة تاعنا هذه هي هذو للحوت. نعم صح البصله يسمى ماشي الحوت البصله لا لا للخبز ان شاء الله. اي صح اوكي. مالا احنا نبداو بالحوت. نبداو بالحوت. اوكي هنا عندنا نشعلو النار ديالنا بسم الله. عندي شويه تاع ثوم مع مغرفه تاع فلفل مطحون وشويه تاع الزيت. جيبي لي الكمون. اوكي عندي حوالي ملعقتين تاع اكل تاع الزيت. الكمون برك كمون والملح الفلفل الكحل. فلفل الكحل وفلفل عكري. صح عندي شويه تاع الكمون. هناك ملح عكري فلفل عكري. هذا ماشي حاره. هادو اللي نديرهم هنا نزيد نديرهم في الحوت تاعنا نفس الجيبيس. نعم هادي يسمى لاصوص نتاعو. هادو ما كامل نسحقو مع هاجر نقليو مليح. درنا زيت فلفل الكحل فلفل الكحل كمون والملح والفلفل العكري نقليوهم مليح. ندير لها ورقه تاع الروند مع ورقه تاع الزعتر. والحوت يسمى نخلوه هو التالي باش خاطر يطيب تمتم. هنايا شوفي عطيني شويه تاع ما التقليه تاعي راهي تقلى الثوم مع لك مع لي زيبيس. نديرو حبه تاع طوماطيش مرابيه. سي بون درت الماء؟ مازال ما درتش الماء. مازال درنا حبه تاع طوماطيش ومنعلو ندير حوالي كاس تاع ماء سخون. حنا شغل خفيفه الشرموله تاعنا تاع اليوم وعبك صحيه وبنينه. نخليوها تغلي. حنا نروحو دوكا للحوت نخليوها تغلي طيب لي يا ربي حوالي 10 دقائق. نروح للحوت واش ندير له؟ غسلنا مليح الحوت ديالي قطعناه هكذا شرائح. عندي الثوم اللي بقات لي كامل وتعاود دير له. عندي مغرفة صغيرة تاع فلفل دريس. عندي شوية تاع كمون والفلفل الكحل والملح. فلفل الكحل والملح فلفل عكري. ايه فلفل العكري. عكري. هاك. ملعقة صغيرة تاع فلفل عكري. عدلي. عجب. نخلطو هادوما مليح. مع التوم. كاين اللي يزيد لهم شوية تاع
الزيت حوالي ملعقة صغيرة. هذا ما تجيش فيه لموطة؟ لا لا نديروش فيه لموطة. لا 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 صح. هو الحوت واش فيه مليح يطيب في الساعة ومفيد تاني. مفيد فيه بزاف. ودوك الصيف موجود الحوت هدايا وماشي غالي يعني كاين في الأسواق وماشي مكلف بزاف. واحد لازم يبدل وياكلوه دراري دجاج بارك الله فيك. يقدر ياكلوه دراري صغار ولا دراري كبار ما يهمش. هنا واش عندي نشعل الزيت ديالي نخليوه تسخن مليح عندي فارينة نبدا ترميها ديريكت يسخن. لا لا ترمدو فيها نرمدو الفارينة مليح اسمها فيها القليان فيها القليان غير نوجد روحي انا عمي هي صح نديرها من بعد نبدا راه يسخن الزيت ياك نعم لا شوف الزيت الى هنا الزيت راه سخنت بدا تسخن شوفي له هاوليك باش ما عدتك نحي الحوت ديالنا خلي بركي يسخن الزيت. هنا العجينه تاع الخبز واش عندي 250 غرام تاع سميد متوسط ملعقه اكل تاع فرينه 250 غرام سميد ملعقه اكل فرينه مش عنديش مغرفة صغيرة تاع سكر ملعقة صغيرة تاع خميرة خبز نخلطو هادو مليح ونعملها ثلاثة ملاعق أكل تاع الزيت وباش راح نطمها ونطموها مش نسينا مدناش الملح الملح اوكي قرصان مع الخميره نديرها توجور كي نرمو الماء هذاك الملح نعطيني شويه ماء دافي غلبتني انا ما غلطتش معليش ندير لك شويه الماء ابداي لي بالماء هاك صافا غير جهد ما تطم لنا انا نشوف الزيت شوفي الزيت اللي سخنت هنا مازال نطمو غير بالعقل الزيت راه بدات تسخن ناصر جاب لي ربي نحط ابدا يحطي بياسه بالعقل نحطهم لا لا خليني نحطهم هنا شوفك شعجناها شويه يابسه مازال خاصو شويه مازال خاصو زيد نخلو درك نطمط لنا نطمط لنا نزيد لها شويه تاع الماء دافي باش نعجنوها تجينا خفيف. هذه السمنه نديروها في بلاصه البوراك في بلاصه البوراك ما نديروش البوراك نوعو شويه نديروه في بلاصته وخفيف فوالا هنايا لاباط تاعنا نطمت لنا راهي شاده شويه روحها نخليها ترتاح لي نص ساعه ومن بعد هذيك نعجنها العجينه الاولى من بعد نزيد نخليها تخمر لي باش تشوفوا العجينه تاعنا واجده معنا هنا عندي لافارس ديالي درك واش راح دير حنديرو ابصل عندنا البصل هذه لافارس نتاع الخبز المحشي كيما قلت مغرفه تاع الزيت مغرفه تاع المعدنوس نقليو مليح فلفل كحل والملح هاجر هاولك الملح 200 غرام تاع اللحم مفروم فلفل كحل ها هذا سيبون باش تزيد لها ثاني ولا سيبون خلاص دونك عندنا البصله عندنا البصل معدنوس البصل والمعدنوس الزيت والزيت لي زيبيس عندنا الملح والفلفل الكحل يعطيك الصحة ما يطيبليش بزاف يدخلو غير شويه طياب خاطر مازال يزيد يطيب داخل لو فور هنا الزيت سخنت ها يعني كنت جايتها بسم الله
اوكي حطهم لي هنايا فوالا. نهضر لكم على الميلفي تحليه تاعنا ما بيت حنا راهي طيب والعقده تاعي لافارس تاع الخبز تاعي راهي طيب. نهضر على الميلفي لاباط فيتي درناها لكم الحلقات الاولى اللي هي في كيلو تاع عجين تاع عجينه التوريق نعملوا لها 500 غرام مارغرين مختصه للتوريق. في كيلو تاع عجين 500 غرام مارغرين مختصه للتوريق ماشي مارغرين زعما لامبورت كال مارغرين تقدر تجينا بها لاباط فيتي لازم مارغرين مختصه للتوريق. صح مليحه المعلومه هذه خاطر كاين ناس بزاف يغلطوا. نعم لي تور تاعها عندنا تور سامبل اللي هو تور عادي واربع كاتور دوبلي أربعة دورات مزدوجة تور سامبل اي كاتور دوبلي هادو لي تور تاع لاباط فيتي. هنا راهي كامل قلنا نوجدوها ونخبيوها خاطر نسحقوها في شهر تاع رمضان ونسحقوها في الصيف. نعجن كيلو تاع فارينا نتحصل على كيلو وربعمية تاع عجين. هنا لازم نوزنوها لاباط فيتي تاعي ماشي ندير كيلو فارينا وندير لها بواطا ولا 500 غرام تاع المارغرين نقول لك ما خرجتليش لازم كيلو تاع عجين. كي فاهمه هاجر؟ وي اني فاهمه. والله عجبتك الريحه بالك تطلنا برك. انا الحوت اي صح قلت لي بلي تبغي الحوت. انا الحوت هاجر نقطة ضعفك هي الحوت. انا الحوت اني ما نسيتش قلت لي كي تعرضيني ديري لي الحوت. انا الحوت هاجر بالك نسيت ولا حاجه. هذيك راهي قريب طيب. هذه قريب طيب غير طيب. نبدا نقطع لها الجبن تاعي مكعبات صغيره. كاش نهار طيب لي سيبيا ناصر على راسي تعرف طيبها بيان سور. هيا بيان ناصر يعجبني ما كاش كاع حاجه يقول لي ما نعرفش نطيبها بيان. على راسي اختي صحه. واش تحبي سيبيا بالروز ولا تحبيها اون صوص ولا؟ ايه بالروز. بالروز الصوص الروج هذيك بالروز. نشعلوا الفور ديالنا على شحال من درجة؟ على 180 درجة مئوية باش يطيب لي الخبز ديالي ويطيب لي الميلفاي ديالي. هنايا كيما سمعتوا 180 درجة مئوية نشعلوه الافونس ولا؟ شعليها الافونس. اوكي راكم شعلوا ديجا جاب لي ربينا يعطيك الصحة. راكم شعلوا بعثني هكذاك ناصر هنايا بعثني كونتر بي. نعم بعثني كونتر بي انت مش عارف تقول لي راح يشعله. لا لا جيب باش تشوفي لك صايمه ولا لا. لا هاكي فاطمه لاباس. هاني فاطمه هاني فاطمه. هنا عندي عجينه التوريق اللي هي بات فوتي نحلوا لابات فوتي تاعنا رقيقه. انا وقيل نحي الدجاج راح ينحي الحوت. الحوت ولفتي الدجاجه؟ ولفت الدجاج راني. كليتي هذا ديجا؟ هذا نو اني بزاف حوايج راني ديكوفريتهم معاك. عندي هنايا سنيوه كاين بهذا الزيت اللي يقليو يقليو لاصوص. لاصوص هادو يسمى الا ما دار بداوش بلاصوص. نعم كي يبداو بالحوت بصح هكذاك الحوت يبرد. اي ما عنده حاجه خاطر ما تعاود يردوه في لاصوص. عليه مسميه مشرمل. داكا هنا عندي الميلفاي تاعي لازم يكون ثقب كامل باش تتنفس بالفرشيطه ولا بلو بيك ميلفاي. دركا دخلها الفور. دركا ندخلوها للفور ونروح نشوفوا الخبز تاعنا الخمر باش نكسروه واش نديروا له الحليب ونبدا نفرسيه. قلنا 180 درجه ويطيب لنا 20 دقيقه. دركا نشوفوا الخبز هذا اللي راح تخلطوا بالحليب كيفاش. هنا عندي لاصوص تاعي طابت طابت طفوا عليها طفوا عليها اخترت مليح اخترت طليبيا. ولا بات راهي واجده. لا بات راهي واجده. انا واش نديرو هاي ليك بعد ما خملت ليه 10 دقائق واش ندير؟ عندي
حوالي فنجان صغير تاع الحليب ونقعد نكسرها بالحليب باش يجيني الخبز. نقدروا نديروا الحليب هذا وحليب مجفف ولا تقدر ديري حليب مجفف؟ صح. نديروها هكذا كيما نلفج العجين عارف بلي راهي شربه مليح كيما تشدش قصدك. يعطيك الصحه. هنا لاباط تاعنا راهي واجده. عندي هنا حنوعوا لكم بهذا المول سيليكون وعندي طوابع اللي حبي يديرهم هكذا. تسمى راح نديرو زوج اشكال. حنديرو زوج اشكال. انا عندي شويه تاع الزيت. هذا الحليب سي بون؟ سي بون. تبع مليح. ندخل الحليب ونجي نتبع مليح. شوفوا القدمين درناهم حنا هاجر. ديري السما دي بول دي بول على حسب افراد العائله شحال ياكلوا. قريصات 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 صغار. وعندنا الاخرين شويه اكبر. ايكونومي. وي انا عندي شويه زيت في المول تاعي. شفتيهم هادو ديجا؟ وي شفتهم. هم دايرين حاله هادو؟ لا لا هذا الخبز. الخبز الخبز هذا لا ما شفتوش دركي. على بال كاين حوايج شفتهم بصح الاسامي تاعهم مبدلين دونك واقيلا راني شفتو برك. انا عندي شويه تاع دونك على بالك ما تكون شايف البلا من قبل بصح ناصر يبدلو الديكور يهرب لك قاعد تحسب راح ما تعرفوش تاع اللحم لافارس الداخل. شوفوا كش نغلقوها بيان ونديرها داخل المول. راكي معنا؟ راني معاك. نعاودو نحلوه بشويه تاع الزيت خفيف صدقوني وقد ما تخلوه يخمر يجيكم خفيف. شايفتهم مع الشربة؟ دقتهم ماشي مع الشربة هكذاك وحدهم. شو صالي في العرس فوالا بلا لاصوص. حلي تشوفي على المرقة انا باش نكملو يقعدنا غير لي ميلفاي. دخلي هنا راه طار دير الحوت. ديري الحوت داخل باش يشرب لاصوص تاع شرميلة تاعنا. ذوق ناصر شوفي لخص الملح. لا لا يروح لي نهاري. لا واش فيها نورمال كاع الغلط. كان واحد صاحبي الله يذكره بالخير يخدم معنا يدق البلح هو صايم يقول لك لا لا نورمال يجوز. يجوز يا ودي كيفاه. لا لا يجوز لك ندير فوقهم لاصوص ياك كان يزيدو من غير فاتح خل فوقهم. حنا نخليوهم هكذا هاي الكبيرة كبير الله. نحلوها بيام شوية تاع الزيت من الفوق ما دير لهمش زبدة ولا حاجة يسمى فيها فيها. أنا بديت نحفظ لي تكنيك شفت صافا تطور ملحوظ. بارك الله فيك. نعم حنا نأجلو ياسر هذا سي فندقي. هذه هكذا في المول وهذه تاني تدخل في الفور. تدخل في الفور شحال نكونوا موجودين ديجا الفور مقبل ولا سخون الفور توجور يكون سخون الفور 180 درجة 200 درجة 200 نعم حاجة تاع الخميرة تاع الخبز 200 للفوق صح 200 درجة ويطيب لنا 25 دقيقة ما نقعدش نحلو ونغلق عليه. انا ما نحبهمش خامرين بزاف خاطر درت لهم غير شويه تاع خميره باش ما يجونيش قارصين يعني باش نستبل لاباط باسكو لاباط بنينه. حنا واش دانا الخموريه حنا كاين اللي يحبوا شويه يكثروا الخميره ويقول لك باش اللي كيدي. صح فهمتي هاجر؟ فهمت. انا واش نديرو؟ عندي حبه تاع البيض عندي بانسو هاولك باش يقعد لي غير الميلفاي. لا انا غير نشوفهم طلعوا لي شويه
نبدا ندوري فيهم باش يحمروا يحمروا لي. هاد المره نوعو ما نديروش الجنجلان. واش راح دير هاد المره؟ سانوج. دير سانوج. مالا نجيب لك سانوج. سانوج عندك؟ وجدتهم قبيله. اوكي ندير انا ولا دير انت؟ ديري ديري. اياك عندي مقص شويه في الوسطى بس بلا ما زال حتى نقطع. ايه هتقطع تاني؟ هذا قاعد ديكور. خاطينا تقطع احنا نهضروا في الوجه. الحمد لله. هكذاك غير شويه شويه غير شويه. يلا هيك سنوج لك حالا يعجبني خير ولا بيض؟ فيتامين مليح لفقر الدم ومع الخبز يطلو بنا. سيبون يعطيك الصحة. هنا ندخلهم داخل الفرن يخمروا لي شوية بيان سور. باش ندخلهم داخل الفرن نروح نوجد الميلفاي تاعي نخليه يخمر. سيبون ودركا نبداو في ال دركا نبداو في التحلية الديسير نتاعنا. لا فيون داشي هذه كيفاه نديرو لها؟ هذه نخبوها غدوة نزيدو نوريكم حاجة نديرو بها. وقادرين هاد لا فيون داشي شاطلنا غدوة نديرو بها بورك. نعم ولا نديرو بها غراتان. ياك حنا قلنا ما نرمو والو. نهضر لكم على لاكريم اللي تجي في الميلفاي. حنا عندنا لاكريم موسلين درناها لكم واحد 3 مرات ولا 4 اللي هي لاكريم باتيسيير. نخليوها تبرد نزيدو لها زوج مغارف تاع زبدة نطلعوها بلو باتور وندير لها عطر كراميل اللي هي لا كريم باتيسير. صح. عندي هنايا ورقه تاع لوميلفاي تاعنا واجده وجدتها من قبيله عليك. درك نبداو نديرو فوقها لا كريم. عندي فوندون كاين اللي يحب يدير فوندون كاين اللي يحب يدير طليه اللي هو سكر كلاص وما ملعقة البرك لا تجيبهم لنا في الأرض يا ناس. عندي الطبقة الأولى تاع الميلفي اللي هو باتفوتي. عندي سباتول ديرها شويه تاع لاكريم بزياده خاطر ما عندكش كنت نعطيه. هاوليك ما يهمش. واش اللي ما يهمش؟ ما يهمش الزوائد هذاك. زيد الدوزيام طبقه بطبقه طبقه بطبقه. هاي جاتنا طبقه بطبقه. تحبين الميلفاي؟ وي كيكون يقرمش كيكون مليح كيكون مليح ماشي كي دركا ولينا نشوفوا بزاف الانواع. كاين سيترون كاين مام كراميل كاين بزاف كاين شانتيي. انا يعجبني السامبل هذا. كاين صالي ميلفاي صالي ميلفاي هكذا ان شاء الله كاش نديروه لهم وهو مملح. الطبقه الاخرانيه نديروها بالمقلوب بالمقلوب. تمام دركا واش نزيدو لها؟ دونك هنايا واش عندي؟ عندي ملعقة تاع أكل تاع زيت مع ملعقة صغيرة تاع الكاكاو. نعاود لكم ملعقة تاع أكل تاع زيت مع ملعقة صغيرة تاع كاكاو نخلطها مليح ونتحصل على هاد الخليط. الخليط ملعقة تاع زيت مع ملعقة تاع كاكاو ما يكونش فيها البراكس يسمى لي كرومو. صح. هنا نبلاطي وعندي نسحق ورقة وطبسي. هنا نسحقو ينصيتو علاش باش نبلاطي. صح العقلة كي تسمعي تقرمش. سمعت هذاك هو الصح تاع الميلفاي كي يكون يقرمش. يسمى هذا راه خرج 10 على 10 ان شاء الله. والورقة هذه واش حكايتها؟ دوك نديرو الورقة باش نديرو بها كورني. نعم صح واجدة. بسم الله سيبو. لا دركات تمشيها بيان.
الطبق الرئيسي تاعنا راه واجد. الخبز نشوفوه كيفاش يكون طايب، والميلفاي كيفاش لا فينيسيون تاعو. دونك حنا نروحو جينجل ناصر، نروحو جينجل ونرجع لكم. مشاهدينا رجعنا لكم، ولي بلان تاعنا راهم واجدين. ناصر عندنا البلان الاول، عندنا ميرينا مشرمله بهذه الطريقه هاي لي كيفاش درسيناها. عندنا الخبز تاعنا اللي هو طريقه جديده بالمحشي بالفيون داشي والفرماج، وعندنا لي ميلفاي تاعنا كراميليزين نخليوه يبرد باش نقطعوه. حنا راح لنا الوقت خاطر انا خارج نخليها هي تكمل وحدها في الكوزينه. معليش يا سي ناصر، قلت لك جدنا لاتاي ان شاء الله. حنا مشاهدينا ان شاء الله تجربوهم، ونشوفوكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. بالسلامه، على خير.